بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد. الأيام اللي جاية دي إن شاء الله هيبقى موعد الدفع بتاع الترسوفيليو، الناس اللي كانت مقدمة على الطلب. وفي خطوات سريعة كده من خلال الكمبيوتر هوريك إزاي تقدر تعرف الميعاد اللي هيندفع لك فيه الفلوس إن شاء الله. أول حاجة بنفتح موقع الإنبس، وبعد كده بنخش على كلمة انتر إن ماي إنبس. هذا طلب منك إن أنت هتدخل بالبين يا بالسبيد. أنا هخش بالسبيد، بعد كده هدخل على كلمة انتر كون سبيد. ومن خلال هنا هختار اسم الشركة اللي انا اعمل عليها السبيد، انا اعمل عن طريق البوست هنا، هضغط عليها. وانا بما اني انا اشتغل مع الكمبيوتر فانا هسبارة الكود اتش على طول مباشرة من غير ما ادخل لا ميل ولا باسورد. بعد كده هتفتح لنا الصفحة ديت، هنخش ان شاء الله على كلمة اكونسنت. هنا هيفتح لنا البروفايل بتاعنا على موقع الامبس زي ما انتم ظاهرين او زي ما انتم شايفين في الصورة. هنا هروح على كده خانة البحث هنا واكتب كلمة فاشيكلو. انا بس هكتب اول 4 حروف كده واختار الاختيار الاولاني اللي على الشمال ده هنا، اضغط عليه. ومن على القائمة اللي على الشمال هنا نروح على كلمة بريستاسيوني ونختار منها كلمة باجامينتي. وهنا هيظهر لك بقى الباجامنتي اللي المفروض يندفع لك في خلال او اللي اندفع لك، سواء اللي هيندفع لك او اللي اندفع لك من الامبس. فاحنا هنخش على كلمة اللي هو 2021 عشان نشوف الباجامنت اللي احنا هيجي لنا في 2021. طبعا ده مش هيوريك بس الطلب اللي انت عامله بتاع الترسوفيليو، لا، لو في ناس بيجي لها امبس عن طريق الضمانده بتاع الديسكوباسيوني وخلافه هيظهر لك جميع الفلوس اللي هتندفع لك. لو انت ملاحظ هنا هو كاتب لك التاريخ هنا 13/1/2021 واسم الطلب اللي انت اللي هيجيلك منه الفلوس موجود هنا على الشمال وبيقول لك التفاصيل بتاعته برضه هنا على اليمين، وبيقول لك هيجيلك على البنك بتاعك ومكتوب اسم البنك، وطبعا الشفرة بتبقى مكتوبة هنا. وبكده يبقى انت كده عرفت التاريخ، واكتب لك هنا تاريخ 13/1/2021، يعني معناها ان الفلوس هتوصلك 13/1/2021 اللي هو بكره ان شاء الله. ده كانت خطوه سريعه كده ازاي تقدر تعرف الفلوس بتاع الترسوفيليو او اي فلوس هتجيلك من خلال الانبس هتجيلك امتى، تاريخ بالظبط. طبعا في ناس كتيره جدا ما عندهاش الاتاحه انها تستخدم الكمبيوتر، عشان كده ان شاء الله النهارده كمان العصر كده هنزل لكم فيديو من خلال التليفون تقدر برضو تعمل نفس الخطوات، تقريبا خطوات شبيهه بنسبه 90%، كل ما انك تختلف ما بين المتصفح من الكمبيوتر والمتصفح من التليفون اختلاف بسيط قوي. فعشان الناس ما تتلخبطش هنزل لك فيديو برضو ان شاء الله العصر اشرح لك فيه ازاي تقدر تخش تعمل تشيك على الفلوس بتاعتك من خلال التليفون. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.